ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ انا النهاردة هعمل قناة جديدة اسمها قناة افكار. هنفكر وهنعمل حاجة فيها. هي مش هتبقى افكار بس، هي افكار واكلات وحاجات كتير وحاجات للدروس او المدرسة او كده. النهاردة هعلمك ازاي تعملي طريقة عمل طيارة ورق بورقة فاضية بيضة، عفوا بورقة فاضية بيضة عادية جدا، او ورقة كراسة رسم، ورقة اي حاجة، اي ورقة. يعني لو قلتيلي ورقة من كراسة المدرسة عادي جدا، او اي كراسة، يعني مش لازم كراسة المدرسة. الناس اللي بتحب تتفرج على الفيديو مباشر، انا النهاردة يوم الجمعة، انا هعمل كل جمعة فيديو، او ممكن لا عشان مبقاش فاضي ساعات. يا رب يعجبكم بس الفيديو. انا النهاردة هعلمك اللي انا قلت لك عليه، طريقه عمل الطياره الورق. النهارده يوم الجمعه 24/11/2017. طبعا بقى الامتحانات قربت، عشان كده كل جمعه بعمل. انا بحب يوم الجمعه ده، فعشان كده بعمل فيه. طيب ما تنسوش بقى اهم اول حاجه هقولها واخر حاجه هقولها في كل فيديو، ما تنسوش تعملوا لي شير لايك سبسكرايب. اوكي يلا بينا، يلا نشتغل. جو اهو. بصوا، اول حاجة بنجيبها الورقة بالطول، بعملها كده، او بجيبها بالعرض وبعملها كده. انا بقول لصحابي يتفرجوا عليا. كده لازم تبقي مظبطاها جدا، لان الملي هيفرق معايا. مش الملي بس، ده الفانتو ثانية على العموم، يعني انا في سنة خمسة. بحب قوي صحابي. انا لسه كل ده ما عملتش حاجة في الورقة. بعد ما بعمل كده اتاكد كويس جدا ان انا، معلش يا اصحابي عندي شويه برد، معلش. اتاكدت ان هي طبقتها كويس جدا. اجي افتح كده بقى هلاقيها بالشكل ده، هلاقيها بالشكل ده، شكل جبل. بقوم عامله كده، مش بدوس على الخط اللي انا عملته، هسيبه بس بعمل بحسس عليه بالراحة كده، واقوم جايب الطرف اللي على اليمين واعمل كده. بالظبط والطرف التاني بعمله برضو، بعملها على الخط. يعني لما اجي اتنيها هتنيها على الخط، مش هتنيه بمزاجي، لازم على الخط. عملت كده، عملت الشكل ده، هعمل تاني على الخط برضو. هتعملي كده 3 مرات ورا بعض. ادي دي التانية،
كده والناحية التانية برضه. معلش انا عارفة ان انتوا مش شايفين قوي، بس سهلة جدا. بعد ما تنتها تاني مرة ظهرت معايا بالشكل ده. المرة التالتة بقى هتبقى صغيرة شوية بس هتبقى مظبوطة، ويفضل ان هي تبقى ورقة كراسة رسمة علشان تبقى تقيلة، مش لازم تبقى ورق اللي هو زي ورق اللوح كده ملون، مش لازم. انا بحب اعملها باللون الابيض بس. انا لما اتعلمتها كانوا عاملينها بالوان، انا عملتها باللون الابيض. اعمل برضو الجنب التاني، عملتها تالت مرة، التالتة معايا بالشكل ده، وكمان واحدة. بس يا ريت ما تبقوش تقلبوا الفيديو، لان انا لما برضو لقيت كنت بتفرج على فيديو عشان اتعلمها، لقيت في ناس كانت بتعمل كده، ما عرفتش بس ما قلبتش، وفي الاخر عرفت اعملها وراهم يعني. ظهرت معايا بالشكل ده بالظبط، بقت بالشكل ده. هقول لكم بقى هنعمل ايه بعد كده. بعد كده همسك دي كده، هي سهلة، هي بسيطة، هسيبها انا لسه سايباها زي ما هي. اهي ظهرت معايا بالشكل ده، انا بعمل واحدة واحدة اهو. بعدين همسك ده كده واتنيه على الخط، هتنيه على التانية. كانت اهو. بعد ما هعمل كده هجيب ده، هتلاقي بوس طالع كده زي المركبة، هتمسكيه وبس. الطيارة الورقة اتعملت، وبتطير على فكرة، بتطير بجد. انا هوريكو بس مش قوي كده، مثلا يعني مثلا كده. والله ما وقعتش. يا رب يبقى الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملولي شير ولايك سبسكرايب. يا رب يبقى الفيديو عجبكم. باي.